أحمد المالكي موظف إحدى الشركات الصناعية بالجبيل يمشي خلال يومه نحو 30,000 خطوة بما يوازي 5 كيلومترات. شجعه في ذلك اشتراكه في برنامج تحدي المشي العالمي الذي تتمتع الشركة بعضويته. طبعا برنامج التحدي العالمي هو برنامج للمشي على مستوى العالم لمدة 100 يوم، تشترك فيه فرق من جميع أنحاء العالم. احنا هنا فرق من الجبال الصناعية مدعومة من الشركة، كل فريق يتكون من 7 أشخاص للمساهمة في المشي. تقريبا نقطع من حوالي 7-8 كيلو إلى 20 كيلو يوميا، تتم إضافتها كفريق ونخش في المنافسة العالمية. طبعا تساعدنا الساعة هذه للحساب المشي يوميا وتضاف كفريق على أبليكيشن مربوط في الجوال، وبالتالي تشوف على مستوى العالم كمية أو نسبة المشي اللي بيسويه كل الفريق. ويستهدف البرنامج لأكثر من 15 عاما تحسين أنماط الحياة في مقرات العمل لملايين الموظفين حول العالم ضد مخاطر السمنة والآلام المزمنة وخفض الإنتاجية وتحسين الحالة النفسية، تلك المخاطر التي تكلف الشركات نحو 226 مليار دولار. طبعا الهدف الأسمى هي الصحة، هي اللياقة، هي الإقبال على العمل بشكل أفضل. ويؤكد البرنامج عبر موقعه على الإنترنت أن مشتركيه يزيد عددهم عن 270 ألف شخص في 144 دولة، نجح في الانتقال بهم لنمط حياة أكثر نشاطا وصحة وإنتاجية. نجح 57% منهم في خفض أوزانهم من 7 إلى 3 كيلوغرام، في حين استطاع 68% منهم في خفض التوتر في المنزل والعمل بعد مشاركتهم في البرنامج. تحدي المشي أحد البرامج العالمية الذي يستهدف تحسين أنماط الحياة في مقرات العمل، ما يؤدي إلى رفع مستوى إنتاج الموظف وخفض تكاليف التأمين الطبي على الشركات. سعيد الشهراني، الإخبارية، الجبيل الصناعية.